إذاعة سلطنة عمان تقدم ضفاف للكتابة. ضفاف للأمكنة. ضفاف للسفر. ضفاف للولع. ضفاف للكلمة. ضفاف. ضفاف يصحبكم معها صالح بن علي العامري. ضفاف. تنفيذ المخرج سعود بن حمد السيابي. في حلقة اليوم نستضيف أحد المحفزين والمحرضين على القراءة الواعية، تلك القراءة التي تفتح لنا أبوابا على رحابات وتجارب لم نخبرها من قبل، والتي نسافر وإياها في فتنة النصوص ولذة الاكتشافات. إنه كذلك أحد المتمترسين في النظر بعيون الأطفال والتنزه في شرفاتهم والتحاور مع أسئلتهم وزواياهم الصغيرة الفاتنة. معنا في الدقائق القادمة الكاتب والباحث أحمد الراشدي للتحدث عن قصص أطفال مصابين بالإعاقة للكاتب الألماني فرانس جوزيف هواينغ عندما تتكلم الأصابع، مستحضرا في ذات الوقت السيرة الذاتية التي كتبها القاص والروائي محمد عيد العريمي في مذاق الصبر، مقاربا بين التجربتين الخاصتين والصادقتين. نستمع إلى أحمد الراشدي. أهدي هذا النص إلى الكاتب والروائي محمد عيد العريمي وإلى العم حامد بن خلفان الراشدي. محمد عيد وفرانس جوزيف هواينغ. ما الذي كان يمنع أن يتكلم محمد بأصابعه مثل لينا وأن يعرف من في الخارج دون أن يدق على الباب؟ أو ما الذي جعل العم حامد يتأخر 20 سنة حتى يخرج إلى العالم بعد أن ناهز 50 عاما وأكثر بقليل، رغم أن سارة كان عمرها أقل من 8 سنوات عندما أذنت لها أمها أن تخرج من البيت لتشتري 1 لترا من اللبن و6 تفاحات؟ أعترف أني أشعر بغربة مزعجة منذ كنت صغيرا بيني وبين محمد الذي أصيب بالخرس منذ طفولته وهو أحد الفلاحين البارعين في قريتي، فأنا لم أكن أعرف كيف أخاطبه وأتواصل معه، رغم أن الكثير من مواقفه التي شهدتها تدل على حنكته الفريدة في الحياة، فما إن يقدم رأيا بلغة متقطعة وبإشارات من يديه التي أجد صعوبة في فهم مرادها حتى أدرك حتما تلك الحنكة عندما يصلني ما يريد التعبير عنه. لكني عندما تعرفت على الطفلة لينا في قصة عندما تتكلم الأصابع لفرانس جوزيف هواينغ أدركت لغز تلك الغربة المزعجة التي بيني وبين محمد، فهو لا يعرف لغة الإشارة بالأصابع ولا حتى أنا. أما لينا الطرشاء فقد استطاعت بكل سهولة ومرح ودفء أن تفهم تامر الذي يفهم لغة الإشارة وأن يعرفها على كل الأطفال في الساحة بالإشارات ويصبح أصدقاءها بعد أن كانت تشعر بحزن أن لا أصدقاء لها. والعجيب أنها أمسكت بالونة من بالونات الزينة المعلقة وقبضت عليها بإحكام بين راحتي يديها وبدأت ترقص متجاوبة مع الموسيقى. عندما مروا على حفلة موسيقية وشعروا بحزن أنها لا تسمع، والسبب أنها أحست بذبذبات الموسيقى على راحة يدها وهي تضغط على البالونة، مما أثار دهشة الناس، كما أن لينا ستعرفك بعلامة اسمك، فهي قد حفظت
أسماء كل الأطفال الذين تعرفت عليهم بمنتهى السهولة، فكل اسم يمكن أن ننطقه من خلال علامات معينة تشكلها الأصابع لكل حرف. فمثلا أنا اسمي لينا، وفي لغة الإشارة يرمزون إلي بدائرة، قالت لينا. وأن تدعوهم للبيت لتعرفهم على أبيها وأمها الأصمين اللذين يسمعان رنة الجرس عندما يضيء، مصباح معلق فوق باب المنزل. كما أن لينا تشعر بالرضا لأنها تترجم لوالدتها ما يقوله طبيب الأسنان عن حالتها: إنه كتاب رحلة اكتشاف وصداقة لي مع لغة الإشارة، حيث تستطيع الأصابع أن تكون كل حرف من حروف الأبجدية، وتستخدم أبجدية الأصابع في لغة الإشارة لتهجي الكلمات والأسماء. ليس هذا الكتاب وحسب، وإنما جميع السلسلة التي ترجمتها دار البستاني للكاتب فرانس جوزيف هوانج. فكرسي العم حامد أحد أقاربي صار يتسع للعالم بعد شبه عزلة دامت 20 عاما، حيث أهدى له أحد الأصدقاء كرسيا كهربائيا بعد أن كان يستخدم كرسيا بدائيا. لم تكن وعورة المكان وجبليته حول بيته تمكنه من السير عليه، أما الآن فهو يجلس كل عصر في المقهى مع أصدقاء جدد اكتسبهم، ويعتمد على نفسه في زيارة أرحامه وجيرانه، ويذهب للدكان ليشتري احتياجاته، بل ويمارس حياته حتى أكثر من سارة في قصة كرسي يتسع للعالم، القصة الثانية من السلسلة، فهي مقعدة. لم تفهم لماذا غضبت والدة الطفل أماني عندما تجرأت هذه الأخيرة وسألتها: ما هذا الشيء العجيب الذي تجلسين عليه؟ ولم تكن تفهم نظرات من حولها. كل هذا يحدث في اليوم الذي يسمح لها فيه للمرة الأولى بأن تتسوق بمفردها. ولكن سارة بعد ذلك سعدت بجولة مليئة بالتسامح والمرح عندما تعرفت على سامي السمين الذي بدأ يعرفها بالناس، حتى أنها بادرت بالإجابة على أماني في المرة الثانية عندما سألتها: ماذا يعني مقعدة؟ هذا يعني أنني لا أستطيع السير. أرى أن أطفالنا في حاجة أن يقرأوا هذه القصة، بل سلسلة فرانس جوزيف هوانج كاملة التي يفتقد النتاج القصصي في أدب الأطفال العربي لتلك الأفكار التي تحملها، والتي نحن وأطفالنا بحاجة شديدة لها مثل الهواء، حيث يسعى المؤلف بحرفية قصصية تشعرك بجمال الحياة وتسامحها، أن يجعل الأطفال يتقبلون الأطفال الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم، وأن يتصالحوا معهم ويفهموا حالتهم، ويلهمهم كيف يمكن أن يعايشوهم، ويشاركوهم متعة اللعب، ويتقبلونهم في الصف وفي الملعب وفي الشارع. وقد سعى المؤلف أيضا في قصصه ألا يسمح لطيف تلك الغربة البغيضة التي تشكلت في دواخلنا ونحن صغار بأن يقترب من أرواح أطفالنا حول جار أعمى أو زميل في الصف أصم، أو أي مقعد يرونه في مركز تجاري أو حديقة. أنصح بضم هذه السلسلة إلى رفوف مراكز مصادر التعلم في المدارس، وألا يكتفى بذلك فحسب، بل أن تفعل وتستثمر بجلسات وورش قراءة للأطفال وحصص مطالعة في المدارس ضمن نهج وزارة التربية والتعليم، أن تدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة الأصحاء. فالقصة الثالثة التي تحمل عنوان كيف نرى الأشياء أيضا مثل سابقتيها، مكتوبة بأسلوب يصيب الطفل بلهفة قرائية ليتعرف على فارس الكفيف الذي يبادر بمساعدة الطفلة كريمة بعد أن وجدها تبكي أمام محل لا تدري أين ذهب والدها. حينها بعد أن يسمع
ويقرأ أطفالنا قصة عندما تتكلم الأصابع سيدركون سر لينا التي تعرف من خلف الباب قبل أن يدق، كما أنهم لاحقا عندما يكبرون ويقرؤون قصة مذاق الصبر للكاتب العماني محمد عيد العريمي التي يحكي فيها قصته وسيرته الشخصية العظيمة في مواجهة الحياة والعالم بعد أن أصبح مقعدا، سيدركون أكثر مدى روعة الحياة وجمالها في التعرف عليه ومصاحبته. هو وكاتب قصص الأطفال فرانس جوزيف هوانج الذي يكتب أيضا عن تجربة خاصة وصادقة. كنا مع الكاتب أحمد الراشدي وقد تحدث عن تجربتي الكاتب العماني محمد عيد العريمي من خلال روايته مذاق الصبر والقاص الألماني فرانس جوزيف هوانج من خلال مجموعته القصصية عندما تتكلم الأصابع. ضفاف مع صالح العامري وسعود السيابي.